السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي، اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام الايل. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده حبيب قلبي معانا انتاج في الفقاسه. انا معرفش الانتاج اللي فيها هل هو صاحي او ميت او ايه ظروفه، لان الكهرباء قطعت النهارده 4 ساعات متواصلين. انا ما فتحتش الفقاسه خالص لمده 4 ساعات، ما فتحتهاش النهارده نهائيا، يعني على الاطلاق انا لسه ما فتحتهاش. الوقت الساعه 9:30 بالليل، انا ما فتحتهاش من امبارح بالليل، يعني انا الفقاسه دي ما فتحتهاش من امبارح بالليل. انا قمت الصبح الكهرباء قطعت ورجعت جت ورجعت قطعت، فما فتحتش الفقاسه خالص النهارده طول اليوم. لسه اول فتحاني في الفقاسه دلوقتي حاليا. انا عارفه ان فيها انتاج من امبارح، بس لا فتحت الفقاسه ولا قلبت البيض خالص النهارده ولا اعرف ايه الانتاج اللي فيها. عشان الناس اللي تسالني بتعملي ايه لما الكهرباء بتقطع على الفقاسه بتاعتك، بسيبها مقفوله زي ما هي ما بفتحهاش، بتفضل محتفظه بدرجه حراره نهار ما تقل خالص 30%، يعني بتبقى 30% او 32%، بتنزل 5 درجات الفتره اللي بتقطع فيها الكهرباء. لو قطعت يوم سليم بتفضل معاكي 32 درجه، يعني بتفضل محتفظه بدرجه حراره مدفيه البيض. ما تفتحيش الفقاسه لو الكهرباء قطعت يوم طول اليوم من الصبح لما لاخر اليوم والكهرباء قطع، اوعى حد يفتح المكنه بتاعته، سيبها مقفوله هتحتفظ بدرجه الحراره بتاعت البيض، مش هيبرد منك تماما. المهم ان انت ما تفتحيش الفقاسه خالص وهي تحتفظ بدرجه الحراره الموجوده فيها. نفتح الفقاسه كده ونسمي بالله، ويا ريت الكل يدعي لي بالبركه كده وربنا يسترها معانا. نجيب بس الكرتونه عشان بس ايه الفقاسه ما فيش حاجه تطير تطلع منها، عشان احنا بالليل والحاجه تطلع منها مش هشوفها هتدخل تحت الفقاسه. نسمي بالله كده ونصلي على الرسول. شايفين انا لسه ما كملتش كلامي؟ شايفين مشكله بقى معانا سماه، معانا سمان في الفقاسه. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد ان شاء الله، ورزقنا ورزقكم الخير جميعا اللهم امين. معانا انتاج بط جعجاع، ومعانا بط خليط اهوت، انا مش عارفه طالع بط خليط كام واحده، ومعانا فراخ بلد مهجن، ومعانا هندي، ومعانا سمان. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. دي كتكوت هندي اهوت، ربنا يبارك يا رب ليا ولكم امه محمد، ورزقني ورزقكم الخير جميعا ان شاء الله. هنحاول بس ايه ان انا الم الحاجه ديت الاول عشان بس إيه السمان هيطلع ومش هعرف ايه اصور معاكم. هبدا بس كده حبايب قلبي اخرج بس الانتاج كله معانا كده عشان اخد السمان، لان السمان مش هينفع يفضل في الفقاسه اكتر من كده. فهحاول بس اخرج الانتاج كله، هشوف ايه اللي هيفضل في الفقاسه وايه اللي هطلعه عشان بس ايه نشوف دنيتنا ونشوف لو في طيور ميته او في اي حاجه. يعني الطيور بتاعتي هاخدها اطلعها استقبلها عندي، وبعد كده نشوف دنيتنا فيها ايه. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله. انا ما اعرفش حاليا احنا معانا كام كتكوت سمان. شايفين كتكوت دماغه متعوره. انا مش بحب تصوير من الفقاسه بالليل، بس للضروره احكام. هلم بس الطيور بتاعتنا كده ونشوف طالع معانا كام كتكوت سمان. هحاول برضه الملك السمان لوحده بس لما اطلع الحاجه ديت من الفقاسه، عشان بس ايه انا ما اعرفش والله معايا طيور ايه حاليا، وهنشوف الكميه كلها موجوده في قلب الكرتون. ربنا يرزقني ويرزقكم الخير جميعا يا رب ان شاء الله. البطايه الخليط ديت بتاعتي ربنا يبارك يا رب ويرزقنا ويرزقكم الخير. احنا دلوقتي حاليا بقى معانا 4 بطات خليط، شايفين دي الثانيه اهي، واثنين مع البط اللي في العشه بره. فربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ان شاء الله. معانا كميه من الطيور اهي يا حبايبي، مش عارفه والله انا هتصرف فيهم او اعمل فيهم ايه دلوقتي، لان يعني المكان فعلا مفيش عندي مكان ان انا احط الطيور فيه او استقبلها فيه. انت بزراميط ولا ايه ظروفك؟ ايوه كتكوت بزراميط يا حبايبي، دي كتكوت بزراميط. ربنا يبارك يا رب. الانتاج الهندي بتاع اليومين دول وحش جدا جدا جدا، يا متى صرار يطلع بره يا متى يموت في البيضه، مش عارفه في ايه. حسدنا ولا ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان اللي حصل؟ كان انتاج الهندي بيطلع معانا جميل جدا جدا، مش عارفه ايه اللي حصل فيه. مكانش بيطلع عندي اي مشكله في الفراخ الهندي خالص. حاليا دلوقتي بلاقي يا اما الاصرار بتاعه طالع بره يا اما بيموت في البيضه. شايفين؟ هذا اللي انا بقول لكم عليه. فربنا يسترها بقى. انت ما عادش حاجه في عرض الفقاسه. نشوف الانتاج بتاعنا ونشوف دنيتنا. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معانا بطيتين، 3 بطيات خليط، واحده سودا واثنين ابيض، ربنا يبارك يا رب. معانا السمان، ومعانا البط الجعجاع، ومعانا الفراخ الهندي، ومعانا البلدي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك ليا ولكم امه محمد اجمعين. نشوف بقى، نجيب الفقاسه بتاعتنا كده فرز كده، نطلع الحاجات اللي ملهاش لازمه
هنلم القشور ديت. نيل الجنب كده يا حاجه، في كتاكيت او في حاجه لسه بتصرخ في الفقاس. على فكره البيض ده فيه بيض خليط، يعني الجعجع طلع والخليط لسه ما خرجش، لسه ما جاش ميعاده، لسه ما جاش ميعاده، فلما يجي ميعاده هيخرج لوحده. فانا مش مستعجله على اي حاجه خالص، كل حاجه تخرج بميعادها. ربنا يبارك يا رب للجميع ان شاء الله، ويرزقنا جميعا الخير اللهم امين. دول جوز بيضات، ثلاث بيضات همت تبع البط الجعجع، دول ما خرجوش، يعني ايه يا فاضيين يا مكتمين، انما الباقي ده مش تبعهم خالص. البيض ده بقى يا حبايب قلبي شيء تبعي وشيء تبع ناس تانيه، فربنا يبارك للجميع. دي بطايه اهيت من ضمن البط، هي مش عارفه هتعيش ولا هتموت. ايوه ونصبها برده نحطها في الكرتونه، كل واحد بياخد رزقه، ربنا يبارك يا رب. المشكله ان انا مش لاقي حاجه ارش بيها الميه، لسه في سمان معانا اهوت، بسم الله ما شاء الله. شايفه السمانه دي محشوره فين؟ حاجه وقعت على الارض. شايفين دي محشوره فين؟ طب وايه اللي جبرك على كده يا حاج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، في سمان لسه، ادي كمان واحده اهيت، بسم الله ما شاء الله. نلم بقى القشور بتاع السمان كده، ربنا يبارك ليا وليكم لأمة محمد اجمعين. دي ميته زي ما قلت لكم يا حبيب قلبي، البيضه الكبيره بتطلع وحشه، يعني بط السمان الكبيره بتطلع وحشه. انا مش هشيل البيض ده، هسيبه كمان النهارده لحد ما اشوف لسه في حاجه تانية هتخرج ولا لا، لان ما كنتش بحط البيض كله في يوم واحد. دي بايظه برضو، انا ما كنتش بحط البيض كله في يوم واحد. شريط السمان مجرد ما بتخرج ما بتبقاش مستحمله ايدي، فبتفترق في قلب الفقاسه. فهنسيب الكميه ديت لما نشوف هيخرج منها حاجه لسه ولا لا. والله البيضه بتبقى طالعه ما بتبقى عارفين القشريه من البيضه، يعني القشريه من البيضه ما بتتعرفش. شوف ايه اللي معانا لسه هنا كده، نقلب بس البيض بتاعنا كله كده ونشوف دنيتنا. البيض ده انا ركمته فتره كبيره، فالبيض ده يبقى فيه بيض كتير بايظ. بيض السمان ده انا ركمته فتره كبيره عندي، فهيبقى فيه بيض كتير بايظ وانا متاكده من الكلام ده، فربنا بقى يسترها. هحاول اشوف اي حاجه عشان ارش البيض اللي محتاج رش، ارشه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم، القشره دي جايه منين؟ كان في هنا بيض فرخ ولا افراخ ولا ايه؟ حاسه ان في حاجه بتصرخ لسه هنا، فهنشوف ايه اللي موجود معانا وبيصرخ عشان نخرجه. ممكن يكون معانا انتاج جديد وانا معرفش برضه، ده هيبقى على وش خروج ان شاء الله، مش هيغيب وهيطلع، فربنا ييسر الحل ليا ولكم جميعا يا رب ان شاء الله. كل بيض البط ده عايز يترش ميه، والله لسه اول تقليبي كتكوت اهو، دي كتكوت هندي اهو، شايفين؟ مش بقول لكم الهندي بتاعي كله ما عادش، مش عارفه في ايه بالظبط، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل فيهم والله العظيم، ما عارفه ايه اللي بيحصل في الفراخ الهندي بتاعتي. نلم بقى القشور ديت، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني والله العظيم كانت الفراخ الهندي ماشيه معايا تمام، ما كانش بيطلع فرخ عينه وجعاه، ولا كان بيطلع عندي بيضه فاضيه، فجأه كده الدنيا باظت مره واحده مع الايه؟ مع الانتاج الهندي، فمش عارفه ايه اللي حصل او ايه السبب. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. بالنسبه للرف ده الانتاج فيه حلو جدا جدا، شايفين معايا بيض هندي اهو ما خرجش، فالحمد لله، الحمد لله على كل حال. رغد المفروض كانت اتوزعت النهارده لانهم فعلا عايزين ياكلوا ويشربوا، بس الكهرباء قطعان، الكهرباء هو اللي بهدل الدنيا عندي، قطعان الكهرباء يا حبايبي،
هو اللي بهدل الدنيا عندي. بس ان شاء الله الصبح من قمتي من النوم على طول هوزع الايه الفراخ دي ان شاء الله، هتصل على كل حد يجي ياخد حق. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا الفقاسة بتاع البخاخة مليانة مية سخنة، بس للأسف الشديد ما بتبخش، فمش عارفة اعمل ايه ولا اتصرف ازاي مع البيض اللي عايز ترش مية ده. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، دي كان الانتاج بتاعنا النهاردة والرزق اللي كان موجود معانا. هعدي بس معاكم السمان اشوف جاي لي كام سمان النبادي، وبعد كده نشوف هنتصرف ازاي مع باقي الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين العلفة انا حطاها، الفيران عامل فيها حماه، الفيران والله العظيم زهقاني في الاوضه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف بقى معانا كام سمنه كده، ربنا يبارك يا رب. ادي 3 5 تايهين في وسط الفراخ، 5 8 9 11 12 13 14. حاسه ان انا بدور على ابره في كوم قش. اربعتاشر كتكوت يا حبيب قلبي، 14 كتكوت سمان، هحطهم بقى مع السمان اللي موجود هنا عادي، مفيش اي مشكله بالنسبه لنا خالص، نحطهم مع السمان اللي موجود هنا. ربنا يبارك، لان انا ما عنديش مكان استقبلهم فيه، فهحطهم على الموجودين هنا مفيش اي مشكله خالص. ربنا يبارك يا رب. شايفين حضراتكم اهو يا حبيبي، ربنا يبارك ليا ولكم الامه محمد اجمعين، ورزقهم ورزقكم الخير. هما في وسطهم مش باينين، بس يوم واتنين هيتعودوا مع بعض وهياكلوا والامور هتبقى تمام خالص، مفيش اي مشكله. انا اصلا هلم الفراخ اللي هي الكبيره ديت، وهلم السمان الكبير هرفعه في الايه في الدور الفوقاني، عشان بس ايه السمان الصغير يعرف ياخد راحته وحريته. فربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا. وبكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. بالله عليكم ما تنسوش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس على الكل، عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ملايك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.